مين معايا؟ يا استاذ ربيع. نعم. اهلا بيك يا ربيع، اتفضل. عايز اسال بس اشوف عن وصفه الكبده. الايه؟ عن وصفه الكبده. الكبده اللي هي السندوتشات ولا الكبده المقليه؟ لا الكبده السندوتشات. حاضر، من عينيا من عينيا هقول لك عليها. تمام. البسبوسه اللي دايما بتطلع ناشفه، هي بتطلع ناشفه ليه؟ هقول لكم دلوقتي وانا شغال. اول حاجه هنيجي كده بس نغير بس الجوانتي ونقول مقاديرنا وهي قدامنا كده علشان خاطر اقربها بس كده، وهنعمل السيرب بتاعها قدامكم وهنعمل كل شيء قدامكم اهو. تمام. البسبوسه دي طبعا من حاجات الرمضانيه الحلوه قوي، وبعدين ممكن نحط على وشها اللي انتوا عايزينه، قشطه، نحط على وشها كريمه، نعمل منها المدلعه، نعمل منها اللي انتوا كل الحاجات اللي انتوا طالبينها. ولكن تعالوا بس نقول مقاديرها الصح وهنوريها لكم بكل تفاصيلها. المقادير الصح والطريقه هي اهم شيء. عندي نص كيلو من دي السومولينا اللي هو دي البسبوسه، وكمان عندنا عايز كزرون تاني يا احمد الله يخليك، عندنا كمان كوبايه ونص من السكر، كوبايه ونص من السكر، وبعدين كوبايه لبن، وثلاث ارباع كوبايه من السمنه، ثلاث ارباع كوبايه من السمنه. اما السيرب كوبايتين سكر وكوبايه ميه. هو ده كده؟ اه بس كده. نقول تاني ببساطه الموضوع سهل قوي، والله اسهل مما تتخيلوا. لا في بيكنج باودر ولا في اي حاجه ولا في اي شيء تاني. طب يا شيف يسري، الكميه دي تعمل قد ايه؟ تعمل صينيتين صغيرين زي اللي هوريها لكم، او صينيه كبيره زي اللي هوريها لكم برضو، بس يعني ايه، هتبقى لو حابين تخلوها على صينيه، على صينيتين افضل صغيرين. تمام. ادي دي السمولينا اهو زي ما هو كده، عليه كوبايه ونص من السكر بس كده. اه بس كده، مفيش حاجه تانية. هناخد اللبن اهو قدامكم برضو على النار، ندفيه عشان يسيح معايا السمنه. هو ده سر البسبوسه. البسبوسه طبعا زي ما بقول لكم بيجي لنا عليها اتصالات كتير قوي. واجيب كزرونه تانية احط فيها الميه واضيف عليها السكر واحطها على نار هاديه لغايه ما تغلي معايا، واديها عصره ليمون اهي، نار هاديه كده لغايه ما تغلي. اول ما هتغلي، لانها هتفضل موجوده معايا لغايه ما يطلع معانا البسبوسه، وده سر البسبوسه. واحده تاني هنا، دي السومولينا مع السكر اهو، بنقلبه مع بعض كده اهو، كميه السكر مع دي السومولينا زي ما انتم شايفين اهو. وبعدين هنا بدفي اللبن شويه، هضيف عليه زي ما هتشوفوا كده السمنه بتاعتي، ويكون عندي الصينيه بتاعتي مدهونه بسمنه برضو، يكون عندي الصينيه بتاعتي مدهونه بسمنه. تمام. نرجع تاني بعد ما قلبناه كله، علشان شايفين لما نبص على دي السمولينا مش هنلاقي بقى السكر باين من الدي، يعني السكر مش باين من الدي، كله اختلط مع بعضه. بدا اللبن يدفى يبقى دافي. تمام اهو، بسيح السمنه خالص مع اللبن. هو ده السر بقى اللي جاي اللي انا هقول لكم عليه. بسيح السمنه مع اللبن خالص لغايه ما تبدا ما فيش، يعني مش ما فيهاش كتله خالص. وبرده اللبن ما يبقاش سخن، ما يبقاش بيغلي، ما يبقاش بيغلي، اللبن يبقى زي ما بقول دافي فقط. طيب دي سمنه بقري، عايزين سمنه كاموسي ممكن. تمام اهو، بعد ما خلاص بدات تسيح اهي، وزي ما بقول لكم برده مش عايز اللبن يغلي معانا. حلو قوي. نرجع تاني خلاص تمام كده اهو، ناخد الخليط ده السائل مع الخليط اللي هو الناشف الدراي، ونقلبهم تقليبه واحده. يعني ايه تقليبه واحده؟ يعني ما نعجنش. العجين ده هو اللي بيخلي البسبوسه بتاعتنا تبقى زي ما بنقول كده، العجين اللي بيخلي البسبوسه بتاعتنا تبقى ناشفه. نقلب تقليبه واحده اهو لغايه ما الخليط كله يتشرب. بصوا بقى، ما بعجنش خالص، ما بعجنش خالص، رجاء ما تعجنوش. شايفين الخليط عامل ازاي؟ سايب، يعني سائل، مش خليط يعني مش عجينه تقيله. يلا بينا اهو، ونيجي على الصينيه بتاعتنا المدهونه بالسمنه وننزل. شايفين الخليط عامل ازاي وهو نازل اهو؟ الله ينور يا ياسر. تمام.
ونفرد بالراحة خالص. شايفين بتتفرد لوحدها، بتتفرد معايا لوحدها. حتى لو عملت كده تمام، ممكن اجيب شوية مية وابل ايديا بيها واعملها بيها، لكن هي مش محتاجة، بتتفرد لوحدها زي ما قلت لكم اهو. وندخل الفرن. لو عايزين بقى شوية لوز كده نجملها بيه، عندي زي ما انتم شايفين كده اهو. يا استاذه منار، ازيك يا سيد؟ اهلا بحضرتك، عامل ايه؟ انا بخير والله لما بسمع صوتكم. الحاجات الحلوه دي الله يخليكي، تسلمي لي يا منار والله، حاجات جميله. الله يكرمك. انت منين يا منار؟ انا من الحفير. يا اهلا وسهلا بيكي، تعيش يا غالي، تعيش. كل الله وانت طيب. مالكيش اي سؤال يا منار؟ انا عايزه بس طريقه الكفته. حاضر، الكفته اللي هي المشويه. حاضر، من عينيا. بشكرك يا منار على اتصالك، وان شاء الله هقول لك على الكفته المشويه والبسبوسه بتاعتنا اهي قدامكم على الطبيعه اهي. حلو، شويه لوز صغيرين كده على الوش، ديكوريشن زي ما انتم عايزين، عايزين تحطوا عليها اللي انتم عايزينه. هنروح بقى على الفرن وندخل ونسيبها على الشبكه لغايه ما تستوي معانا. السيرب بتاعنا اول ما هيغلي هحط عليه عصير ليمون واوطي عليه النار خالص شعرايه لغايه ما يبقى معايا سيرب سخن. تطلع البسبوسه هسيئة قدامكم ان شاء الله، وبعد الفاصل هنشوف شكلها. حد يشوف اي مكان، لان الجديد الممتع التعليمي هتشوفوه دايما مع الشيف يسري، برنامج مطبخ الحياه بعد الفاصل.